في بعض الأحيان بندور على اللي يزعجنا وما بنقولش الحمد لله على اللي في إيدينا. ربنا ادالنا ثورة عظيمة بمعايير كتيرة جدا مقارنة بدول أخرى، الحمد لله بدايتها عادت على خير. إنما سوء إدارة المرحلة الانتقالية من الجميع بدرجات متفاوتة هي اللي أدت للي إحنا فيه. بعض الأصدقاء بيعتقدوا إنه لو كنا سلكنا مسلكا آخر أو اتخذنا مسارا مختلفا، عادة بيقولولنا زي الأصدقاء والإخوان والأشقاء في تونس، كان زماننا الآن في جنة الله الوارفة وكنا عملنا الدستور أولا ونخلف صبيان وبنات ونتوقف عن التظاهر في كل مكان. إطلالة على اللي بيحصل في تونس تكشف لنا إن الحقيقة ده مش بالضرورة صحيح. الأشقاء في تونس رغم إنه مقومات الدولة التونسية موجودة وبقوة وأكثر من مصر لأسباب كتيرة، منها عدد السكان الأقل، حوالي 10 مليون دول أقل يعني من عدد سكان القاهرة، مستوى التعليم هناك أكثر، مستوى الدخل هناك مرتفع أكثر إلى آخره، فالظروف كلها متوفرة علشان يكون مسار التحول الديمقراطي في تونس أسلس من اللي موجود في مصر. لكن الحقيقة ما كانوش أحسن حظا لا منا ولا من الأشقاء في ليبيا. إذا كان الجدل الساخن اللي زي دار خلال الشهور الماضية في تونس بسبب رفض العديد من القوى والكيانات السياسية إدراج مصطلح الشريعة في الدستور الجديد كمصدر للتشريع، وحزب النهضة والناس أشادت بيه قالت خلاص إحنا مش هنحط كلمة مش هنشير لكلمة الشريعة كمصدر للتشريع في الدستور، مع تمسكها بالفصل الأول من الدستور السابق اللي كان بينص على إن الإسلام هو دين الدولة. فالحقيقة ده محلش مشاكل كتير. تونس النهاردة بتواجه تحديات كبيرة الحقيقة، وأنا عايز أقول هنا إنه ربما تكون تحديات أكتر من مصر لا سيما على الصعيد الأمني. أقول لحضراتكم معلومة ما أعرفش إذا كنا متابعينها ولا لأ، السيد وزير الداخلية التونسي علي العريض أعلن إن وزارته ستطبق قانون الطوارئ من أجل ردع العنف الذي اجتاح عددا من المدن وفجر انتقادات واسعة تجاه المؤسسة الأمنية. يعني تونس المفروض ان مسارها افضل من مسارنا بتلجأ لقانون احنا الحمد لله ما احناش بحاجة اليه الهان. تعهد وزير الداخلية بالبدء بتفعيل السياسات الامنية اللي اقترحتها وزارته على الرئاسات الثلاثة في البلاد وتمت المصادقة عليها بعد شيء من التعديلات. المفروض ان السياسة دي بحسب الوزير بتعني تطبيق كامل وفعلي لقانون الطوارئ على طبعا ما يوفره ده من صلاحيات واسعة جدا للتدخل وردع المخالفين والى اخره. العريض قال إنه هدفنا هو التصدي لمظاهر العنف في البلاد بكل صرامة حتى لو أدى ذلك إلى الحد من الحريات، ودي عبارة في منتهى الخطورة وأتمنى ألا تستخدم في مصر على الإطلاق. لا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأمن والحرية، الشطارة مش إنك تفاضل ما بين الأمن والحرية، الشطارة إزاي توفق بينهم. رئيس الوزراء التونسي صرح اللي هو حماد الجبالي ان التونسيين لا يستطيعون صبرا على اعمال العنف من قبل المتشددين اللي اعتدوا على حانات ومراكز شرطه ويعني اثاروا الكثير من البلبله. واشار العريض الى ان القانون ده من قديم من سنه 69 بينظم عمليه التدخل المتدرج لقوات الامن اثناء التجمعات، وبيعتبر انه القانون ده ساري مش معلق، وبيقول انه الاوقات الصعبه اللي من هذا النوع بيكون قانون الطوارئ فيها ضروري للغايه. تونس بالفعل بتخضع لهذا القانون من 14 يناير في 2011 وتم التمديد العمل به 5 مرات اخرها في مايو الماضي وبعد ذلك، ولكن كان الكلام انه ليس مفعلا على ارض الواقع وبالتالي انتشر العنف بشكل لافت في البلاد. القانون ده مشكلته مشكله كبيره لانه ممكن يعني ينتهك الحقوق الديمقراطية لأشقائنا في تونس وصولا لشيء لا ينبغي أن يحدث لا في تونس ولا في أي مكان في وطننا العربي، وهو استعمال الرصاص الحي ضد الاعتداءات اللي بتطال مقرات الأمن والسكنات والمقرات الحكومية. مرة أخرى اللجوء لده ده معناه فشل للدولة مش فشل للمتظاهرين. في موجة من العنف معرفش حضراتكم متابعينها ولا لا، بينفذها ناس متشددين في تونس وعدد من ولايات البلاد وتحديدا في الجندوبة والكاف ومناطق في الشمال الغربي وفي الجنوب وسيدي بوزيد وإلى آخره،
بل الأمر وصل إن الاتحاد العام للشغل أكبر النقابات العمالية في تونس هددت بالإضراب العام في سابقة لم تعرفها تونس من منذ 78 على خلفية تعرض المركز الرئيسي لاعتداء نفذته مجموعة محسوبة على حركة النهضة، لكن الحمد لله الأمور ما وصلتش لهذا النوع. بشأن الدستور التونسي، يفترض أن الدستور التونسي يكون جاهز للتصويت داخل الجمعية الوطنية المنتخبة في إبريل. ناخد بالنا أنه كان المفروض، لو حضراتكم تتذكروا، تونس ثورتها كانت قبل ثورتنا، فكان المفروض نظريا يكون دستورهم جاهز قبل دستورنا، إنما مرة تانية الخلافات والجدل والنقاشات خلتهم يأجلوا المسألة أكتر من مرة. فالأمل ويا رب يوفقوا في هذا أنه إن شاء الله الدستور يكون جاهز للتصويت في إبريل القادم. وإن لم ينجح التصويت داخل المجلس الوطني بتاعه والوزارة الجمعية التأسيسية بتاعتنا، فقد يعرض الأمر على استفتاء شعبي في مايو 2013، إنما ده في حد ذاته ممكن يكون مؤشر سلبي على إن الدستور مش توافقي، وربنا يستر وما يقعوش في المطب اللي إحنا واقعين فيه. المهم حضراتكم إنه محاولة تصوير الأمر على إنه في طريق لو كنا سلكناه ومشينا فيه لغاية آخره كان هيبقى بالضرورة أفضل من طريق تاني، هو نوع من التفكير بالتمني. المشكلة صعبة، وما دام ما فيش تقارب في قيم النخبة، وما دام في هذه المساحة الكبيرة من الشك ما بين الناس، هنفضل في هذا المطب. لدرجة انه الرئيس المنصف المرزوقي وهو رجل فاضل وينتمي لليسار، حتى مش من التيار المحافظ دينيا او الاسلام السياسي، توجه مع رئيس البرلمان مصطفى ابن جعفر لمهد الاحتجاجات التونسية سيدي بوزيد لاحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر. لكن الاحتفال انقلب إلى تظاهرة رشق أو رشق فيها معارضون المرزوقي وبن جعفر بالحجارة احتجاجا على بطء الإصلاحات وتفاقم البطالة. إذن الهم واحد وعدم الاستقرار واحد، والأشطر اللي ينجح بسرعة معقولة أن ينتقل وأن يحول السياسة من الميدان إلى الديوان ومن الميدان إلى البرلمان. في دول قعدت في الوضع اللي احنا فيه ده سنوات طوال، في دول كانت أزكى قعدت فقط شهور قليلة. مش معناها بأي حال من الأحوال أني ببلغ رسالة لحضراتكم احمدوا ربنا، لا، ولكن برضو ما نبالغش في تصوير أن إحنا أسوأ حد في الدنيا. يعني أنا واحد من الناس عارف أنه كان ممكن نتجنب كتير من الأخطاء. حضراتكم لو كنت تابعتم الحلقة امبارح مع سيادة المستشار حاتم بجاتو، كان ممكن نتجنب كتير من الأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها، إنما المهم إن إحنا ما نكررهاش، ونحاول إن إحنا نرتقي فوق مخاوفنا المبالغ فيها، ونسعى من أجل بناء مؤسسات تكون قادرة على إنها تلبي المطالب والاحتياجات. مرة أخرى أتمنى إن إحنا جميعا نعيد درس، أتمنى لأشقائنا في ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي سوريا وفي كل الدول العربية إنهم يتغلبوا على مشاكلهم بطريقة قائمة أكتر على الحوار والنقاش وتجاوز الخلافات. وزي ما قلت قبل من كده، عندنا طريقتين على رأي مارجريت تاتشر، إما أن احنا نلعبها أوروبا أو أن احنا نلعبها أمريكا. أوروبا زي ما قالت، التاريخ بصراعاته وتعقيداته هو اللي صنع أوروبا، والفلسفة والحكمة بكل ما فيها من تروي ونقاش وعقلانية هي اللي صنعت الولايات المتحدة الأمريكية. بعبارة أخرى، صح كان هنا في نقاشات، كان هنا في صراعات، إنما أمريكا ما كانش ممكن أن تكون هذه الدولة بخمسين ولاية قادرة على كل ما فيها من تعقيدات وتناقضات أنها تظل كيان واحد، إلا بأن كان في مجموعة من العقلاء عرفوا يقعدوا مع بعض ويناقشوا ويحلوا المشاكل قبل ما توصل لرصاص ودماء في الشوارع. فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا. كشباب ثورة وكشباب أحزاب مدنية هنحمي المحكمة وهنأمن المحكمة، ومش هنتحرك من هنا إلا لما المحكمة تصدر أحكامها بغض النظر عن إيه الأحكام دي. احنا موجودين هنا علشان نقول لهم ارفعوا صوت الحق، ارفعوا صوت العدل، خدوا قرارات اللي كان مفروض تاخدوها في فترة الحصار بتاعكم. قولوا لنا هل التأسيسية دي كانت شرعية ولا لا؟ هل مجلس الشورى دوت شرعي من عدم ولا لا؟ لا تخشوا في الحق لومة لائم ولا تخفوا من أحد، فالشعب أمامكم وشباب الثورة أمامكم وقبلكم في أي قرار تتخذوه ما دام يراعي العدل ويراعي الحق. احنا عملنا حوار مجتمعي مع مصلحة الضرائب وأعضاء جمعية الضرائب وزملاء جمعية الضرائب للمحاولة لدراسة تأثير هذه التعديلات وزيادة الضرائب على
المستهلك وعلى الاقتصاد المصري. الحقيقة احنا لمسنا شعور طيب من هؤلاء المستثمرين والغرف التجارية ان هم عايزين يقفوا جنب البلد. قانون الضريبة على المبيعات هو ده اللي فيه تخوف شوية من الناس، لان حصل بعض الزيادة في الاسعار على المواطنين.